تسلم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، تتضمن دعوة جلالته لحضور أعمال الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية. وقد سلم الرسالة إلى جلالة الملك المفدى معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال استقبال جلالته له في قصر الصافرية هذا اليوم. أعرب جلالته عن شكره وتقديره لأخي خادم الحرمين الشريفين على هذه الدعوة الكريمة، متمنيا للقمة الخليجية المرتقبة كل التوفيق والنجاح لتعزيز مسيرة المجلس بما يحقق مصالح شعوبه الشقيقة ويلبي تطلعاتهم انطلاقا من وحدة الهدف والمصير المشترك. أشاد صاحب الجلالة بحكمة خادم الحرمين الشريفين رعاه الله وجهوده المباركة في تطوير العمل الخليجي المشترك وبدوره القيادي الرائد في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والحفاظ على مصالح دولها وشعوبها. كما أعرب جلالته عن شكره وتقديره للجهود الطيبة التي واصلوا بذلها معالي الأمين العام وجميع منتسبي الأمانة العامة لخدمة مسيرة التعاون الخليجي في سبيل تحقيق كل الأهداف المنشودة ودعم أسس الترابط والتكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات. وقد أعرب الدكتور عبد اللطيف الزياني عن شكره وامتنانه لجلالة الملك المفدى على حفوة الاستقبال مشيدا بالتوجيهات السديدة لجلالته في كل ما يخص تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك وتعميق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، ومشيدا بالجهود المخلصة والمساعي الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في هذا الخصوص. وقال إنه نقل إلى صاحب الجلالة الملك المفدى الدعوة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك المملكة العربية السعودية لحضور اجتماع الدورة 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون المقرر عقده في 9 ديسمبر الحالي. كما اطلع جلالة الملك المفدى على الموضوعات والتقارير المدرجة على جدول أعمال هذا الاجتماع المبارك والجهود المستمرة التي تبذلها الأمانة العامة لمجلس التعاون في كل ما من شأنه تعزيز التعاون الخليجي المشترك وإبراز مكانة مجلس التعاون على الساحة الإقليمية والدولية.